السلام عليكم، زي الحال؟ نتلاقى في لايف، ميني لايف توثيقي رقم 13. انا الليله في مدرمان في شارع الشهيد عبد العظيم اللي هو شارع 40 سابقا. في جداريه صورتها قبل كده في تقريبا ثاني توثيق لي، لكن حصل فيها تعديل فنعتبره ده ملحق ل اللايف داك. شوف معانا، شوف مع بعض الجداريه دي. وانتصرت السنبلة على أسراب الجراد زي ما قال المهندس باشمهندس عمر الدقير. أنا موجود، ما مفقود، أنا حي. 30/8، يوم 30/8 دي المليونية للمفقودين. الشهيد عظمة. لا لا، ما في في جدارية دي سانديبل روزاليس عظمة، في جدارية تانية مريت عليها. وفي واحدة تانية شايفة صغيرة كده، ممكن أمر عليها برضو، مش صغيرة في مساحتها، مش صغيرة في حجمها يعني. برضو يوم 30/8 وجمعة جاي حيكون مليونية المفقودين، حيكون يوم 30/8 اللي هو بيصادف اليوم العالمي للمفقودين وضحايا الاختفاء القسري. حيكون في شارع 40 هنا، حيكون التجمع في عابدين، محطة عابدين، الساعة 3 عصر إن شاء الله. أبو كوتر، نواصل اللايف. علم السودان، يعني ميري على المستوى القديم بتاع الاستغلال. فضل والله، بتمنى العالم ده يرجع. أجنحة السلام دي للشباب اللي اشتغلوا الجدارية دي، منهم أبي عبد الوهاب. فيكتوري هي لون علم السودان القديم. أنا حرية، أنا سلام، أنا عدالة. وعلمنا قديم، حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب، مدنية. ده أحمد اللي اشتغل، أحمد خير أو أحمد خالد، ما بعرف. أتمنى أكون نطقت الاسم صح. تحية له، تحية لكل الشباب اللي اشتغلوا الجدارية دي، واحدة من الجداريات اللي اتعملت بعد دعمت في الشهر ده يعني، بعد أكثر من شهرين من وزارة القيادة العامة. كانوا بيفتكروا إنها حتكسرنا، لكن ما كسرتنا، زادتنا صمود، زادتنا ثورة، لحد ما جبنا المدنية، جبناها رجالة، وجبناها بسالة، وجبناها بذراعنا، جبناها بصمودنا يعني. مرقنا بعدها مواكب قيادة الراعي الرسمي لثورتنا السودانية الثالثة، ثورة 19 ديسمبر المجيدة. بتكلم طبعا عن تجمع المهنيين السودانيين، والمواكب دي احنا مرقنا جوانا في حزن كبير وضيق وزعل على اخواتنا واخواننا اللي فقدناهم في 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 يوم المجزرة، يوم 3 يونيو 29 رمضان، سواء كانوا مفقودين او ارتقوا شهداء. لكن اكيد 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 احنا مواصلين، واكيد حنبنيهم اللي بنحلم بيه يوماتي، وطن شامخ، وطن عادي، وطن خير ديمقراطي، زي ما قال الاستاذ محجوب شريف شاعر الشعب. نتلاقى في لايف توثيقي تاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.